يأتي كل هذا من الوسواس. هذا ليس هذا الوسواس أيها الناس ليس حديث جلوس ولا خطابا موجه، هذا يمكن أن يكون بين الإنسان ونفسه. فإذا كان الإنسان يحاسب نفسه على الأفكار يمكن أن يتوقع، يمكن أن يتوقع الوسواس. هذا الناس يتكلمون عن الوسواس القهري والوسواس، هذا الوسواس يتكلمون لكم، ما ذاك الوسواس السهل ديال الصلاة وهذا ديك صليت ربعة ثلاثة ولا ده. والفقهاء يقول لك كل ما صليت إذا كان عندك إشكال دائما أصبح الوسواس يعتريك، أصبح هذا كيسمى هذاك في الفقه مستنكح، ودائما تبني على الأكبر، تقول صليت زوج ولا ثلاثة، دير ثلاثة وخلينا في راسنا وخرج، إلا من بعد غادي ما يبقى شيء. إذا كان الوسواس يأتي الإنسان يعتري الإنسان مرة بالراحة هذا ماشي مستنكح، يبني على الأقل. وإذا كان يعتريه لأن الشرع يعاونه باش يخرج من الوسواس، لأن إذا دخل في دائرة الوسواس صعوبة عليه يخرج. إذا كان جبر شي واحد الإنسان اللي حكيم، أما إذا قالوا لا عاود الصلاة، عاود كان يصلي الصلاة، كان اللي راه يكبر في الصلاة 20 مرة كل ما، ولكن دخل وصافي مالك أنت يا ولد. يجي عندك بعض المرات خصك تجاوبوا تام نوعا من ماشي شنو كنت انت، انا بغيت نصلي وكذا وكذا ثم انا نحس باللي مشيت الوضوء صلي انا مشيت كذا ويبان لي ذاك النفس قال حتى تجد ريحا تسمع صوتنا وتجد انت ما سمعت لا ريح ولا شيء صلي وصلي هنيك. انا احسن وقع لان الاسلام جاء ليساعد الناس ماشي ليورط الناس. صلى الى فرضنا هذا السيد صلى خمسة ديال الصلوات ولا عشرة وكان محدث، كان محدث ثم شوفية بالطريقة اللي قلنا له ما تلفتش للوراء برا احنا ربحنا. اما ما يكونش هو هكا ونزيدو كاين اللي يبقى 10 سنين هو في الفهل فالتالي ما يستطعش يصلي من بعد تكبروا عليه الله وشنو مالك. قول له قاعدة واحدة احنا عندنا احنا في الطهارات شرطها شنو؟ الذكر والقدرة، القدرة والذكر، أنك تكون قادر عليها وأنك تكون ذاكر. فإذا أنت صليت صلاة مثلا وبعد ربع أيام ولا كذا تأكدت أو عرفت بأنك لم تكن متوضئا في ذلك اليوم صافي الله يهنيك رحت روح. لأن الأصل هو المستقبل. الفقه هنا فقه علاجي يعالج، وهذا طبعا احنا دائما كنت تشوفوا بعد ما تيجونا شباب صغار لانهم مدينين ويخافوا من هذا يستعملوا دائما باش واكثر بيبرا اكثر ما يبقاوش في فلان. لان هذا اذا انا قلت لكم هذا حديث خاص، حديث هو هذا الوسواس الذي يتحدث عن الانسان هو هذا الذي يمكن ان يغير مجرى حياه الانسان. فلذلك الانسان لما تقراوا انتم تنبهوا لهذا الشيء ماشي لكم، لمن حولكم. راه بعض المرات يكون الاخ ديالك ولا صديق ديالك فيه الوسواس انت تعالجه، انت اللي خصك تعالجه. تدخل سير للطبيب ولا الفقيه ولا يكتب لك، عندك تقول له روح عند شي واحد يكتب لك، هذا غادي يزيد له يغرقوا في الوسواس. هذا يعني ماذا به ما يبراش، الا برا شكون اللي غادي يجي خطره اخرى باش يعطي ديك التقرقيبه. اذا داوينا واحد الانسان وبرا يا صافي هربنا، قول لا غادي خصها المره الجايه يجي عاود لي المره الجايه ان شاء الله نبقى واحد ثلاث شهور اربع شهور انت تجي عند ثلاث شهور باطل ماشي ثلاث شهور باطل شهر. كل ما تجي غتخلص. هذا كله لا صله للاسلام به، هذا استغلال مرض الناس والم الناس واحزان الناس، لا نفعل لا يجوز ان نفعل ذلك. اذا اعود فالوسواس هو هذا الخطاب الداخلي، هذه الخطره بعد يقول بعض الفقهاء بعض المفسرين هي خطره اي شيء يظهر وانت تكون حاضنسك. احد تتم لهذا احد رجال صلاح كان يقول إني لا يرد علي الوارد، إني لا يرد علي أي تأتينا فكرة تأتيني فكرة فأقول لا أقبلك لا أقبلك هلوة إلا بشاهد عدل من كتاب وسنة. إني لا يرد علي الوارد فأقول لا أقبلك إلا بشاهد عدل، لأن دائما كل شهادة خصها شاهد عدل من كتاب وسنة صافي. فأي ماشي الأفكار كلها صحيحة وكل الأفكار كذا، كاين الناس اللي عندهم أفكار مخربقة تماما ولا صلة لها بالدين مطلقا، والناس
تحشى رؤوسهم بهذه الأفكار.